أكد رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري أهمية التنمية البيئية في البلاد، مبيناً أن المجلس يتعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتقليل الصعوبات التي تواجههم من خلال أعداد لوائح وإصدار قرارات تتماشى مع الواقع لتسهيل المهمة عليهم. أقال المحري على هامش زيارة ميدانية لأعضاء المجلس البلدي لمصانع تدوير المخلفات الإنشائية ومواقع ردم النفايات الإنشائية. إن البلدي في طور إعداد لائحة جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع هذه المخلفات ومعرفة أوجه الخلل التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة. اليوم المجلس البلدي هو بوابة تنمية وتعامل وتضافر الجهود مع جهات الدولة لتذليل كل الصعوبات اللي تواجههم من خلال إعداد لوائح ومن إعداد قرارات اللي تسهل الأمور عليهم. اليوم احنا في طور إعداد لائحة جديدة للائحة النظافة، هذا تطلب منا أن نزور أكثر من جهة لنشوف المعوقات والصعوبات ونذللها ونترجمها على أرض الواقع في إقرار اللوائح لموضوع النفايات الصلبة لإعادة تدوير النفايات.